أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال عمر: لا، ولكن ليس بي حاجة عند قوم مؤمنين. أثر الاستقامة في أمن المجتمعات واستقرارها. الحمد لله الذي جعل الإسلام أمنا للمجتمعات وذيوعا للطمأنينة، وكتب على من حاد عنه ذلة وصغارا، وألبسه لباس الخيبة تقهقرا وانحدارا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل إلها وعظم عزة واقتدارا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله جل وعلا جهرة وإصرارا. إن تحقيق حياة سعيدة ملؤها الأمن والاستقرار، باطنها التراحم، وظاهرها الاعتزاز والانتصار، لا يكون إلا بامتثال شرعة العزيز الغفار. ففي تغيب تلك التشريعات المباركة يعيش الناس أحوالا مضطربة، فالعمل لا يتم، والحضارة لا تزهر، والمجتمع لا يرتقي، والأمراض تستعصي، وقلوب الناصحين المشفقين تتصدع وتتألم. وهذه سنة الله في المعرضين عن هديه المحكم. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وصدق القائل: إذ الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا. أيها الأحبة، إن حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار ضرورية لا تقل عن حاجتها للطعام والشراب. وكثيرا ما يقرن القرآن بين هاتين النعمتين، كما قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولما كان الأمن والاستقرار أساس كل دعوة سديدة وأصل كل دولة قوية رشيدة، دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بل إن الله امتن على أهل الجنة بحصول الأمن والاستقرار، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقوله سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، أي من العذاب والموت وانقطاع النعيم. ولولا حصول هذا الأمن لم يلتذوا بالجنة، وعلى نقيض ذلك جهنم، فقد عوقب أهلها بفقدان الأمن وبالمصير المظلم والمستقر الأسوأ، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقوله: جهنم يصلونها وبئس القرار. إن كل بلد يفقد الأمن والاستقرار بأنواعه المتعددة، دينيا كان أو سياسيا، اقتصاديا كان أو اجتماعيا، تضطرب أحواله، ويفارقه أهله مخلفين وراءهم كل غال ونفيس، ينشدون بلدا ينعم بالأمن والاستقرار. لأنه لا قيمة للأموال والدور إذا فقد ركنها الركين وهو الأمن. ولكم تجرعت البشرية الذل والفتن، وتاهوا في أودية البلايا والمحن، حين تخلوا عن أسباب الأمن واستهانوا بنعمة الاستقرار. وقد سجل القرآن الكريم شيئا من أحوالهم لنتعظ ونعتبر. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. إن للأمن والاستقرار في المجتمعات أسبابا مهمة وطرقا تنتشل أصحابها من الحضيض والمذمة، وتعلو بهم إلى الشموخ والسؤدد والقمة. فالأمة التي تقوى وتسود هي التي تعمل بلا كسل وركود،
وفي تأصيل هذا المعنى الجليل: تضافرت النصوص الشرعية. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه الإمام مسلم. وإن من أسباب الأمن وطرق الاستقرار اجتماع القلوب على الوحي المحكم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، فتتوحد الكلمة والأهداف، ويسود العدل والإنصاف، فلا تعصب إلا للحق، ولا تعامل إلا بصدق في بعد عن العصبيات الضيقة ومغيرات الصدور المفرقة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها الأحبة، ومن أسباب الأمن والاستقرار عدم التهاون في جهاد المنافقين والكفار، كما أمر الله نبيه، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا يكون بأمر الدولة وتحت قيادتها، ففي ترك الجهاد تعريض الأمة بأسرها للهلاك، فلا علو للإسلام إلا بقوة تحميه. ومن ذلك توعد الله سبحانه وتعالى الأمة بالاستبدال إن هي تخلت عن هذه الفريضة العظيمة، سواء كان بالنفس أو بالمال، فقال سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وقوله في الجهاد بالمال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، أخرجه الإمام مسلم. والمقصود الأعظم للجهاد ليس مجرد القتل والاستيلاء على الأموال، وإنما حماية الحق والدعوة إليه وحفظ النفس والأعراض والأموال. فالأمة القوية مهيبة من العدو الداخلي والخارجي المذكورين في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا يعلمونهم الله يعلمهم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن طرق الأمن والاستقرار إقامة الحدود الشرعية، فقد فرضها الله تعالى لمصالح معلومة لا تكاد تخفى على ذي عقل وإنصاف، ففي إقامتها حفظ للأصول المهمة: الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال. وفي تضييعها إشاعة للجرائم والفواحش، ومهما اخترع البشر من عقوبات فلن تصل إلى المقصود الذي أراده الشارع من الأمن والرخاء. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي هو سبب الحياة والخصب، فقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوما، أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل، أخرجه الإمام ابن ماجه. وهذا في حد واحد، فكيف إذا أقيمت الحدود كلها؟ لكن أبى المنحرفون عن سنن الهدى إلا أن يستدركوا على الله
ألا ما أحلمه سبحانه وتعالى على من عصاه. يقول الأئمة إن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله سبحانه، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق لكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظة وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فالوالد إذا أدب ولده فهذا معناه أنه لا يكرهه، لكنه يريد له الخير. وهكذا ولي الأمر وحاكم الدولة عليه أن ينفذ القانون، وهذا فيه مصلحة للدولة. ومن أعظم أسباب الأمن والاستقرار إقامة العدل بين الرعية، والحكم بالإنصاف والسوية لا على مقتضى الجاه والأهواء الردية، فيؤخذ الحق من القوي والضعيف على حد سواء. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أقسم فقال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. واختصم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع يهودي في درع، فحكم شريح القاضي بالدرع لليهودي لعدم وجود البينة عند المدعي أمير المؤمنين. وأخذ اليهودي الدرع ومضى وهو لا يكاد يصدق نفسه، ثم عاد بعد خطوات ليقول: يا لله، أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضي فيقضي عليه. إن هذه أخلاق أنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سقطت من بعيرك الأورق فأخذتها. فقال علي: أما إذا أسلمت فهي لك. إخوة الإسلام والإيمان، إن الإسلام بتشريعاته المحكمة سن من الأحكام ما يجعل حياة الناس منتظمة، فعرف المكلف ما عليه من واجبات، ودله على ما له من حقوق، سواء كان ذلك بين الراعي والرعية، أو بين الزوج وزوجته، أو الوالد وأولاده، أو الجار وجيرانه، أو المعلم وتلاميذه، ثم جعل التعامل على أساس من الإيمان والتقوى. فغدا المؤمن هو الذي يأمنه الناس، والمسلم هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، فيعيش المجتمع المسلم آمنا اجتماعيا وأخلاقيا لا نظير لهما. فهذا هو سيدنا عمر بن الخطاب يصور حال المجتمع المسلم حين كان قاضيا في خلافة أبي بكر، فمكث سنة لم يعقد جلسة قضاء، فطلب من أبي بكر إعفاءه، فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال عمر: لا، ولكن ليس بي حاجة عند قوم مؤمنين. ولم تغفل الشرعة المباركة الأمن الاقتصادي لعموم الأمة، فجعلت التعامل المالي على أساس عظيم من العدل والمساواة، فحرمت الربا والظلم والغرر، وحذرت من تعريض المال للخطر والضرر، ناهيك عن حثها الناس على السعي والعمل لحصول الغنى والخروج من دائرة الفقر. فمن العجيب يا عباد الله أن الإسلام حقق الأمن والاستقرار لغير المسلمين ممن عاشوا في كنفه وتحت ولايته. فحين انسحب أبو عبيدة بن الجراح من حمصة بعد أن فرض عليها الجزية، بكى النصارى وقالوا: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكن الروم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. أيها الأحبة، إن تشريعات الإسلام تعدت بني الإنسان،
حتى أطفت الأمان على النبات والحيوان، فحرمت إتلاف النبات دون سبب، ومنعت إيذاء الحيوان وقتله دون حاجة ظاهرة، ومن ذلك الصيد الجائر للطير وسائر الحيوان الذي يؤثر سلباً على البيئة ثم ينعكس ذلك على الإنسان. فالشرع بقاعدته العامة حرم الضرر كله، سواء كان واقعاً على الإنسان أو على النبات وسائر الحيوان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد. ولا يستثنى شيء من ذلك إلا لسبب شائع ومقصود صحيح. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حقها أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به. أخرجه الإمام الحاكم والدارمي. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه سبحانه في خلقه، وتذكروا أن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، وأخرى دخلت النار بحبسها هرة أتباع سيد المرسلين. إنه لا حياة لهذه الأمة ولا نجاة لها في عصورها المتأخرة إلا بالتمسك بأسباب العدل والرحمة والقوة والمهابة، ففي ظلها تنعم بالأمن والاستقرار. فإذا فرطت في شيء منها وقع نقيض ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه الإمام أبو داود. وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. فالعمل العمل معشر الأنام، والعودة العودة لعز الإسلام، كما كان أسلافنا في سالف الأيام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين وجندك الموحدين، وأعد لهذه الأمة هيبتها بين العالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه خير الغافرين وأرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.